عاشت القاعدة أبو، عاشت مقاومة السجون، عاشت مقاومة الرالي. أصبحت المقاومة التوالية. ندين ونستنكر المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان التي طالت مدتها 24 عام منذ تاريخ 15/1999، وكان الهدف منها إبادة الشعب الكردستاني والشرق الأوسطي والعالم أجمع. واليوم العزلة متشددة من دون اتصال مع الخارج والأهل والمحامين. وفي الحقيقة ما تبين لدينا أن المؤامرة ليست على شخص القائد عبد الله أوجلان، بل المؤامرة على الإنسانية وفلسفة الحرية والاشتراكية. واليوم تتعلق حريتنا بحرية القاعدة الجسدية، ونطالب بأسرع وقت من منظمات حقوق الإنسان حرية القاعدة الجسدية. لقد نفذ صبرنا ولن تستطيع حجب شمسنا. ندين كافة الدول التي شاركت في هذه المؤامرة الإجرامية بحق شعبنا، وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلف الناتو، وكذلك الدولة التركية لعبت دورها كحارس في هذه المؤامرة التي ما زالت مستمرة، ولكن بأساليب مختلفة، بهجمات عسكرية على جبال كردستان وبأسلحة الكيماوي بعد الكارثة التي حصلت منذ عدة أيام، ولكن بمقاومة القائد عبد الله أوجلان ومئات الشهداء الذين أضرموا النار في أجسادهم، نزداد معنا ويزداد أملنا في النصر. وهذا الصمت الدولي أثبت لنا أنهم شركاء في هذه المؤامرة التي هدفها قطع القائد عن الشعب، ولكن فكر القائد سوف يحيا قلبا وقالبا حتى آخر قطرة دم لنا، لأننا على قناعة قوية أن هذه الفلسفة هي حل كل الأزمات في الشرق الأوسط والعالم. يسقط المتآمرين، يسقط الصمت، تسقط